السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حال الشباب؟ هاي أبوي الهلال جاب الدوري. والله نصيحة، مو عشان كورة ولا عشان رياضة، لا تشجع إلا الفريق الأول. الفريق الأول شجعوا، الفريق الأول. الاثنين اللي تسابقوا في ألعاب قوة 100 متر والمسافات الطويلة والقصيرة، الأول افرق عن الثاني ملي، يصفق للأول ما يصفق للثاني. إن أنت طول عمرك قاعد تشجع فريق خايب، بالعربي خايب، يعني زي الأهلي، زي يعني مع احترامي، فاهم؟ والله الجمهور هو اللي يأدب النادي. لما الجمهور يترك النادي يشجع الأول، ما عملك تشجع أنت القبيلة ولا الدين ولا كذا، كورة ورياضة دائما شجع الأول. خلي ولدك معنوياته عالية جدا، واقسم بالله شخصيته قويه، لكن لا تقعد تبرر لولدك انك انت انسان قدوه وفريقك ما جاب الدوري لانك تعرضت لظلم وتعرضت لاشياء تختلقها من عندك. صدقني لما الولد يشجع دائما الاول، الفريق اللي ما يجيب بطوله سنتين اتركه، شجع الفريق الاول، الاول دائما. شوف جاب الدوري والله من بدري، كمان باقي لسه. اسمع صوت قدر الضغط أريك شغال كده تويس على كيفك، شايف؟ شوف الأول، شجع الأول. الناس ما رياضة أبدا، ما تلاقي واحد هلالي، يعني قليل اللي يشجع من الهلال فريق أجنبي، لكن طالع الاهلي اغلب فريق جمهور الاهلي يشجع لك برشلونه ومرشلونه ومدري مين وابو نيله وابو نكله، فاهم؟ وكل الانديه المرفعه جمهورها يبحث عن حاجه يعني تشبع خاطره، تشبع كبرياءه، يقوم يبحث عن فريق اجنبي. نادرا تلاقي واحد هلالي يشجع لك فريق اجنبي. يا شيخ اتحدى يقول لك اشجع الفريق الفلاني والفلاني، يشجع الاول دائما، يصفق للاول، صفق للاول. والله نصيحه. اترك ولدك، دائما الاب يتمنى انه يكون ولده افضل منه، الا المشجعين سبحان الله، وخاصه مشجعين نادي الاهلي، يعني قاتل قتال شيء عجيب يا راجل. والاتحاد السنه طيب، يعني الاول الثاني الثالث، لكن فريق يوم فوق ويوم تحت الثرى. يا شيخ يا مسلم اترك ولدك، والله نصيحة، والله من قلب مخلص، لا تشجع إلا الفريق الأول.